أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أعمال الكافر الصالحة قبل إسلامه من تبرعات ومساعدة للفقراء تحسب له بعد إسلامه؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن عمل الكافر أنه باطل ولو أسلم، إنما يعتبر له ما فعله بعد إسلامه وبعد توبته. وبعض العلماء يقول إذا أسلم وكان يعمل الخير وقت كفره فإن الله يحسب له ما فعله من الخير. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إنه كان يعمل كذا وكذا قبل إسلامه فهل يعتبر له ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا دليل على أنه إذا أسلم يعتبر له العمل الطيب قبل إسلامه، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. وهذا فيه ترغيب بالإسلام ودعوة إلى الإسلام. نعم.